أصدقائي المشاهدين متتبعي الجزيرة الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من القلعة سان سيرو في هذا المشهد المميز جدا. كرة الأسبوع رقم 37 ما قبل الأخير من الدوري الإيطالي، وفي جولة أخيرة عددها 36 حسمت الأمور وحقق نادي الميلاني اللقب المنتظر والمرتقب بعد غياب 7 سنين. إذا أصدقائي المشاهدين في ظل متابعة حصرية هو استوديو مطول هذا المساء مع رؤوف 4 ساعات تقريبا من نقل الفرحة للميلانيين، من نقل بطولة الاي سي ميلان انترناسيونالي، هكذا يقولون، هكذا يتغنون، هكذا ينادون، الميلان سيمبري بيرتي، الميلان سيمبري كونتي. في 110 من الاعوام نصل للتتويج 18، عودة العملاق سوبر بيبو إنزاغي مع خبرة بيرلو مع ميركاتو كاسانو بعد الخروج من كوبا إيطاليا في أعقاب الإيفورية الفرحة العارمة الأسبوع الماضي في الأولمبيكو. ليلى ينسيه الميلان مشاكل السياسة وكورة كبيرة ممتازة طلع للميلان، يمشي ميلانو عن طريق باتي، باتي باتو، باتو يتعدى 1-2، الثالثة الرابعة فين؟ الخامسة يا حبيب الملايين، اللقب قد تقتبسه من تاريخ برازيلي، نجح هنا، بكى الدموع هنا، نجح في إبكاء العيون فترات وأهداف، اسمه ريكاردو كاكا ورقمه رقم 8، إلى في أولمبيكو روما وضمن التتويج، فارق 6 نقاط على فريق نيراتزوري إنتر، بينما هنا كرة تعود، كرة خطيرة، فرصة محاولة وعرضية، وكرة ستأتي في المرمى، كرة ستأتي بتسديدة والحارس يتفادى الركنية. فترة القدوم للمدرب التاريخي روكو هو الميلان. حقق تتويجات بالجملة 62 68 لوث بالاساس يوفي ميلان انتر، بينما تمشي كرة ممتازة التوزيعة، محاولة المباغتة نتذكر هنا فريق كاليري ما ربحش في سان سيرو من 96 وكان ممكن يفتح باب التسجيل. نقول في بداية هذا اللقاء والاخطر على الاقل على مستوى الربع الساعة الأولى، لكن في غياب التسجيل يمشي روبينو، يمشي روبينو، كرة ممتازة، كورت جول والهدف الأول يضيع عن طريق الكساندر باتو. رجع الكرة للمباشر بعد هذا الريبلاي في توزيع ممتازة الثنائي البرازيلي دقيقة الليلة في استاد السان سيرو، يمشي أباتي كرة ممتازة تتهيئ مالويلسون لمسة دفاع ممكن ضربة جزاء اعتبرها عفوية ولكن هذه مقصودة من روبينو في الضربة من خلال الجول كيبر ميكايلا جاتزي، كرة ممتازة هنا الرأسية وهنا ضربة في الرأس ما لبستش اليد عكس ما توقعت عكس ما علقت، الكرة تمشي بامتياز الحوت، يمشي روبينو كرة تدور مليح، الميلان تلف مع الرؤوس في متعة هذا العام، ينطلق خطيرة جدا، فرصة عن طريق زامبراتا وركنية، ركنية للميلان، مراوغة زايدة الأخيرة. في منتصف الشوط الأول 21 دقيقة، نتيجة بيضاء وباطي للفريق الأحمر والأسود، ولا أروع ولا أفضل ولا أحسن، مش ممكن على متعة الميلان، الله لما تطمن على الدوري، فريق ماسيميليانو أليجري يعمل الليلة الشو، يعمل الكرنفال، وكأنه يستانس بطريقة البلاوجرانا، وكأنه يستفيد من تجربة الإسبان. أباتي. أباتي في وسط الميدان. كرة ترجع مرة ثانية. لفريق الميلان ممتازة يا ولد، أروع من الأشقر، تمشي للأسمر تخرج الجناح، يتقدم الجناح الطاير روبينو، روبينو روبينو، مش ممكن مش معقول، الله على الهدف، مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا الميلان، الله على الكرنفال، الله على متعة الميلان في ليلة الفستيفال، رقصني فلامينكو، رقصني السامبا، رقصني على الفالز، مش ممكن يا برازيلو، 1-0 عن طريق الروبن هود في الهدف له رقم 13 على مستوى السيريا الطلياني، الله على الهدف، بدأت بلمسة السحر من أمبروزيني وانطلقت بخبرة الأسمراني الهولندي، وصلت إلى الروعة البرازيلية، ولما تجي الكرة عند البرازيلي انتظرها، لما تجي الكرة بالبرازيلي لابد أن تفكر في كل سيناريوهات الجنون الكروي، الله أيها العبقري، الله أيها الولد البرازيلي، رقصني عن 1.5، طيح 1 واسقط الثاني وعثر الثالث ولم يتعثر في الجزء الرابع والأخير، سمعني تحية سلام، سمعني تعظيم سلام للموسيقار لكمان وكمان يا كبير يا ميلان، 1-0 للروسونيرو والإمضاء برازيلي والتقدم باسم روبينو وبمسمى أكبر وتدوين أشمل، اسمه الميلان وصفته الجراندي وهوايته صيد الألقاب وصفته اليوم بطل إيطاليا. ترجع الكرة بالوسط
1-0 يمشي روبينو، روبينو ممتاز، الثاني من باتو فات، السلل الحكم ماذا يقول؟ الثاني، الهدف الثاني للميلان، الهدف الثاني للميلان في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة هدفين. جينارو جاتوسو يسجل الثاني الأهداف. جينارو جاتوسو من كان والده الرجبي مان ومن كان هو نجم من نجوم الكرة الإيطالية. نعم بدت الاحتفالات منذ الأسبوع الماضي، ولكن جمهور سان سيرو اللي كان تبع فريقه حبيب الميلان يتوج على العرش الكروي الإيطالي وهو في استاد أولمبيكو روما بعيد كيلومترات وأميال. الليلة يرقبونهم من قريب، الليلة يقربونهم من جديد ويحققون الأمل واللقب الأكيد. باتو يتابع سادر فيدرد وراسية جاتوسو كأنه بامباستر. إذا ذكرى وأسماء، أوفسايد ما فماش، الباس منها ما فماش، ممتاز يا روبينو. الضغط الدفاعي، التكتل الهجومي لإصرار الميلاني وكورة راتي ثاني لميلان. فريسكا لإمكانية التسديد، ترجع الكرة من الدفاع تمشي في الرواق في الكولوار بعيد زامبروتا، التوزيعة والرأسية والحارس، مازال ممكن الهدف، مازال ممكن كاليري يظل الفارق. لا ضاعت هنا، ضاعت هنا، تسكرت هنا. جاتوزو يمشي بالكرة، تمشي التوزيعة، تجي الرأسية من الدفاع، تتهيأ مرة ثانية خطيرة برافو أباتي، أباتي راهو. واللقب الرابع كان من خلال مونديال الأندية، من خلال التنظيم الجديد للمسابقة، من خلال لقب رابع. بينما هون الهدف الثالث يضيع بالتغريب، مرشا رعونة من باتو اللي يضيع الهدف الثالث للميلان ويضيع على نفسه ان يكون اول وافضل هداف للميلان في هذا الموسم. حقق 12 انتصار، خسر في 16 مباراة. باتو ممتاز، باتو والباس، والثالث روبينو، الثالث يركنها روبينو، نعم الثالث، الثالث من روبين هود، الترسيرو ديال ميلان، الثالث من الميلان. والآن يتساوون 14 هدف للهود، 14 هدف لإبرا، 14 هدف لباتو. ميلان 3-0 على الكاليري في شوط رائع جدا للميلان. هدفين من روبينو وهدف من جاتوسو، والميلان بالثلاثية على نغمة السبا اللي علمها لهم كل من باتو وروبينو. 3-0 في شوط ممتاز. شوف الباتو في دور البلاي ميكر الاسيست، يعطي الباس والبرازيلي بفورمه كبيره. نهايه موسم ممتازه من روبينو، روبينو في الجول. 3-0 نادي كاليري، ما فيش حكايه، ما فيش روايه للشوط الاول. الكاليري بدا بدايه ممتازه، لكن مع اول هدف انهار، ومع تقدم الدقائق وتقدم الردهات الميلان يتقدم الفريق الضعيف. محاولة تبديل الفارق، محاولة حفظ ماء الوجه، محاولة تلميع الصورة. وعميد أوروبا وكبير إيطاليا أليس هو الميلان. تمشي كورة ومحاولة وهدف، هدف 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 جميل من رقم 7، هدف جميل من كوسو. أندريا 3-1. إذا ماتش مفتوح، ماتش فرجة، ماتش أهداف. قطع غيار أساسية في تركيبة روبرتو دوناتوني، على الفيل على الخط خرج، ما فيش أوفسايد، وكوسو بطريقة فنية أسقط إيباس وتراوغ وراوغ الحارس أبياتي، كرة بعيدة لأبياتي في المرمى، جول. وعلى تغيير أندريا بيرلو يدخل بديل لماسيمو أمبروزيني. بعض الأنباء المستقبلية عن إمكانية السماح بتغيير رابع لقب للميلان في عام يطلق عليه عام الميلان. يمشي باتو، باتو روبينو، روبينو يسدد والدفاع، ترجع الكرة من قدام سيدورف، خطيرة ممكن لاتزاري، لاتزاري يسدد وكرة عالية، ضربة مرمى للحارس. بيلو يبحث روبينو على التريك الليلة، يعطي باس ممتاز لباتو ولأهدافه، يمشي أليساندر، أليساندر باتو يرجع بالكرة على طريق زامبروتا، زامبروتا يخرج كرة على مستوى 16 متر، فما ضربة، فما توزيعة، إمكانية رأسية ممتازة والحارس يخرج. كوتسو، أندريا كوتسو يخرج كرة فكرتها ممتازة لكن الكرة ناقصة، الكرة ناقصة تفطنلها باتو، ترجع مرة أخرى ممكن يسدد، ممكن يسدد من 40 متر، ممتازة ممتازة ركنية. ينجح مع أنشيلوتي في نحت مسيرة أخرى مظفرة في بداية سيكل، في فريق ثاني في الشوط الثاني، كتكريم لكل من منح الميلان الفرصة للحصول على اللقب. يمشي إمكانية الرابع، ماتيو فلاميني، فلاميني كرة بعيدة، كرة القدم موسم استثنائي مع الخبرة مع المخضرمين بقيادة نيستا وسيدورف، يمشي بالكرة فرصة للثاني وكرة خطيرة. يستنى في نهاية الماتش الأكثر والأقل
في هذه الليلة الاحتفالية، الليلة الكبيرة لعديد اللاعبين اللي حققوا بالمناسبة أول ألقابهم مع فريق الميلان. وهنا التحية، وهنا المنتظر، وهنا المأمول، وهنا الرجل الفارس للكرة الإيطالية السوبر بيبو إنزاغي. وأخيرا يا إنزاغي ديك وحشة إنزاغي وسبعة أرواح، لا يستسلم لا يفرط بالإصابات، لعب في كثير محطات، لعب حتى في إنزاغي على بوابة الدخول. أول هداف في تاريخ أوروبا للطليان والثاني الهدافين بعد راؤول، والتسديدة من ماتيو فلاميني. أليساندر باتو يمشي كرة ممتازة، فرصة والرابع والهدف الرابع يضيع من روبينو. روبينو ضيع الهاتريك اللي كان يستاهل ورقة صفراء. هنا الباس ممتاز جدا، طلب بالكرة والتسديدة الأخيرة كانت ضعيفة. الكرة ترجع بإمكانية التوزيع الآن، خطيرة بالرأس جميلة ولكن ليست. بيونديني، بيونديني حاول يوزع، ممكن يرفع كرة، لا كرة أحلى، كرة ممتازة وفرصة للثاني عرضية. والدفاع، الدفاع موجود من تياغو، تياغو سيلفا بيقي كلارنس سيدورف، سيدورف يقرب الروبينو، روبينو واحد اثنين مع فلاميني، ياخذ الكرة، تتسرح الكرة تمشي عن طريق الروبينو، روبينو الباتو، باتو باتو سيدورف، والهدف الرابع، الهدف الرابع. مزيكا يا ميلان، مزيكا يا ميلان، أوبرا عايدة اسمها جوزيبي فيردي، وأوبرا الميلان اسمها كلارنس سيدورف. 4-1 للروسونيرو للميلان في الرباعية، 35 سنة برابع الأهداف، مازال في البركة أيها العجوز أيها الشيخ. 4-1 يحكي مع تاسوتي، يحكي مع جالي، يحكي مع جالياني، يغني البرلوسكوني، يحكي لكل ميلاني. سيدر في الهدف الرابع من مسلسل الميلان كمان وكمان، الرابع للميلان. شوف الكرة وشوف الروبينو في كورة كبيرة، روبينو في يوم كبير، فاتو في باس مؤكد، وسيدورف لا يخطئ الطريق، لا يفشل في التصويب، لا يفشل في التسديد، لا يفشل في التجسيم ليسجل الرابع للميلان. أكيد صيح يا جالياني، صيح وكأن اللقب لم يحسم، الجرينتا لجالياني. كثيرا ما شحنت نجوم الميلان، بينما بيرلوسكوني في هدوء في صمت يستمتع بالليلة الكبيرة، الليلة الميلانية. 4 لسيدورف، 4 للميلان، اقترب من النجمة الثانية في اللقب العشرين. يخرج أليساندر باتو، يدخل أشهر 9 في هذا الجيل الميلان، جيل فيليبو بيبو إنزاغي الشهير بالسوبر بيبو. 1.81 متر، مدينة بياتشينزا كان المولد من 37 سنة يا بيبو. كم يحبوه، كم يشجعوه، كم ينتظرونك أيها الولد. نعم هو جولدن بوي إيطاليا، اللاعب الدافع. إنزاغي سجل في كل المسابقات 288 هدف منذ بداياته موسم 91-92 من 20 سنة مع فريق بياتشينزا، فريق المدينة اللي تولد فيها. أقوى دفاع 24 هدف الميلان. التسديدة وكرة أوت، ضربة مرمى ترجع للاعب يباس الكولومبي ويخلق فرصة كبيرة لتذييل الفارق لكاليري. هذه الكرات صحيح لكن في إطار لعبة، بينما هنا لعبة من لعبات الهولندي. ريسي لأحلام من يعشقون هذين اللونين من ليفربول، ويصبح أكثر أندية إنجلترا تتويج على المستوى المحلي بالدوري. إذا تنتهي المباراة على هذه الكرة والفرصة والتسديدة، واللقاء سينتهي في لحظات، سينتهي في لحظات. إذا اليوم نبارك، والجزيرة الرياضية نقلت حقيقة مهرجانات كبيرة اليوم، اتقن تتويج فريق مانشستر سيتي بكأس إنجلترا على ستوك، الآن ننقل تتويج فريق الليل على نادي باريس سان جيرمان بهدفين في هذا النهائي للكوب دو فرانس. والآن وفي لحظات الذهب وتاريخ الذهب ورجال من ذهب وبطولة وكأس ذهبية، الآن كأس 5 كيلو. ارفعها يا أمبروزيني، ارفعها يا أمبروزيني، ارفعها يا أمبروزيني، ارفعها بمبدأ الحاضر والمستقبل، ورفعت الكأس بلغة الماضي، فقد دخلت في التاريخ، فقد كتبت في الأرشيف، فقد دونت في السجلات والأرشيف. الميلان كامبيون إيطاليا، كامبيون إيطاليا، كامبيون إيطاليا. إذا الميلان في موسم استثنائي حقق الجميع ما ينتظره منه الميلان، وحقق أمل الجمهور وأمل